قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة. يقول العلماء إنه موجود منذ آلاف السنين، صوره الفن القديم على لوحات فرعونية ومنحوتات أحفورية. مرض يميل تأثيره على الأطفال فنسب إليه، شخص طبيا في نهاية القرن التاسع عشر وبات وباء في النصف الأول من القرن العشرين. مرض لم يغير فقط حياة من نجا منه، بل أحدث تغييرات ثقافية حفز العمل الخيري الطبي واستحدث حقوقاً مدنية جديدة. جهود علمية على مر السنين طورت اللقاح، كما خصص للمرض يوم عالمي. وبتكاتف دولي، سعي إماراتي، اقتربت البشرية اليوم من القضاء عليه. اقتربت جداً ولم يبقى الكثير، بقي فقط الميل الأخير، لنخطوه معكم في السطر الأخير. أهلاً بكم. نيابة عن العالم أجمع، كل ثقة نقدر نقول أن اليوم أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للقضاء على أمراض لطالما فتكت بالبشرية، وذلك بفضل مبادرات رائدة حقيقة وجهود حثيثة أطلقها وأشرف عليها بشكل مباشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه. في عام 2017 أطلق صاحب السمو رئيس الدولة صندوق بلوغ الميل الأخير، مبادرة مدتها 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار، تهدف إلى القضاء على مجموعة من الأمراض، منها مرض شلل الأطفال المستوطن حاليا والمتواجد حاليا في بلدين، أفغانستان وباكستان. فبراير الماضي أعلن عن إنجاز أكثر من 667 مليون جرعة تطعيم ضد المرض، استهدفت 17 مليون طفل في باكستان، ويعتبرون عام 2023 هو العام المستهدف لوقف انتقال جميع فيروسات شلل الأطفال المتبقية على مستوى العالم وفق استراتيجية المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال 2022-2026. دولة الإمارات اللي سجل فيها مرض شلل الأطفال آخر مرة قبل 31 عام نموذج إقليمي وعالمي متقدم في مجال استئصال شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به. مرض أرعب البشرية على مدار قرون، لم يفرق بين صغير وكبير، فظل ينهش في أجساد البشر دون توصيف واضح أو دواء كابح. امتد أثره الفتاك من عصر الفراعنة إلى وقت قريب، حتى أمهر العلماء والأطباء وقفوا عاجزين أمام حالة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. إنه شلل الأطفال، ذلك المرض الذي نقشت أولى أعراضه على المعابد المصرية منذ 6000 عام، كما كان الذهول يحيط أولى البعثات الأثرية حينما عثرت على بعض المومياوات بأطراف مشوهة. استمر فتك المرض بالبشر حتى 50ات القرن الماضي، حينها بدأ العالم تحقيق تقدم، حينما عزلت الأنواع الثلاثة لفيروس شلل الأطفال، وتمكن الطبيب ألبرت سابين
من إنتاج أول لقاح عن طريق الفم عام 1958، وفي السبعينيات من القرن الماضي أصبح التطعيم روتينياً في جميع أنحاء العالم، وأضحى جزءاً من برامج التحصين الوطنية. وفي خضم انشغال الدول بتطعيم مواطنيها، كانت هناك مناطق يتعذر الوصول إليها في العالم، لكنها لم تكن بعيدة عن أيادي الخير الممدودة، فأصبحت الإمارات تحتل صدارة الجهود الدولية للقضاء على شلل الأطفال، كما أصبح المرض بجهود أبناء زايد قرب بلوغ الميل الأخير، هدف والتزام تجسد بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لمساعدة ملايين الأطفال والبالغين على عيش حياة صحية وكريمة. من دبي عبر مايكروسوفت تيم، سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهلا وسهلا بك سعادتك. وكذلك من باكستان عبر تيمز السيد عبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان. أبدأ معك سيد عبد الله، ما الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة؟ أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. في الحقيقة ضمن مبادرة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، وتنفيذاً توجيهاته الكريمة بإطلاق حملة الإمارات للتطعيم في جمهورية باكستان في عام 2014، اليوم وبعد 10 سنوات من إطلاق الحملة استطاعت الحملة بفضل من الله من تقديم 705 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان بنهاية هذا الشهر، واستطاعت أيضاً أن تقلل نسبة الإصابة بشلل الأطفال في المناطق اللي تغطيها بنسبة تتجاوز 99%. كذلك استطاعت الحملة من تقليل عدد الممتنعين والمترددين في أخذ اللقاح من 27% كانت في عام 2014 إلى فقط 1.2% في هذا العام. يعني الحين 99% من الأهداف تم البلوغ لها، صحيح؟ نعم صحيح لله الحمد، ونحن في الميل الأخير. تصور كانت عدد حالات الإصابة في المناطق اللي نغطيها في عام 2014 275 حالة، اليوم 4 حالات فقط. تبارك الرحمن. برجع لك سعد عبد الله، أذهب لدبي سعد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند. دكتور، أهمية مبادرات رئيس الدولة في دعم الجهود العالمية لمكافحة هذا المرض شلل الأطفال برأيك؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بالمشاهدين والمستمعين من خلال قناتكم. طبعا مبادرة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله هي مبادرة سامية، نقطتها شو؟ أنك أنت تحمي الأمن الصحي العالمي. يعني تصور، نقول على سبيل المثال، خلي ياخذ اي واحد يسمعنا اليوم ان الطفل مصاب بشلل الاطفال، نقول سافر على امريكا سبيل المثال، هذا بينقل المرض. فالحمد لله صاحب السمو رئيس الدوله ينظر نظرته ثاقبه ونظره بعيده ان يحافظ على الامن الصحي العالمي. ما فكر بس في الامارات، لا، طلع من نطاق الامارات على النطاق العالمي. يحتوي هذه الأمراض من الانتشار. نقول مبادرة سامية لها تقدير من منظمة الصحة العالمية ومن المنظمات العالمية الأخرى، لأن هي تحمي النظام الصحي العالمي. على سبيل المثال، لما يعنى كورونا انتقل وانتشر في العالم، لا، الحمد لله احنا بناخذ صاحب السمو رئيس الدولة قال المرض مستوطن حينه في باكستان وأفغانستان، لا، احنا وصلنا اليهم هناك، نعطيهم مثل ما قال الاخ عبد الله الغفلي اخوي، ان هم تشوف فريق الامارات موجود هناك يطعم الاطفال هذيله ويحافظ عليهم، اول يحافظ على صحتهم في باكستان، وكذلك منع انتشار هذا المرض عالميا، المحافظه على النظام الصحي العالمي. الحمد لله.
الدكتور حسين وكذلك السيد عبد الله، ابقوا معي. رؤية الدولة إرساء مستقبل مشرق لأطفال العالم، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. تخيل ان الله حباك قدرة انك انت تنقذ حياة طفل من انه يكون مصاب بشلل الاطفال، شو يعني؟ كأنك انت اعطيته اكسير الحياة من اول وجديد. فما بالك لو كان الرقم 17 مليون طفل، هذا انجاز كبير حقيقة. يعني سيدي صاحب السمو رئيس الدولة مشكور، ربي يحفظه، هذه الرؤية اللي ليست في الإمارات، يعني الإمارات تخلصت من المرض من 31 سنة صفر. لكل العالم هذه الرسالة السامية لدولة الإمارات. 17 مليون طفل أنت قاعد تقيهم بفضل الله سبحانه وتعالى، قاعد تقيهم شر المرض، وتساهم أنك أنت يكونوا فعالين في مجتمعهم، في أوطانهم، في حياتهم، بتعطيهم حياة جديدة كذلك وتقيهم من المرض. سيد عبد الله خليفة الغفلي، أرجع لك، يعني هذه القيمة الكبيرة اللي اليوم نحن نتحدث عنها والأرقام الكبيرة، 99% نسبة نجاح هذا المشروع الرائد، شو العوامل الميدانية اللي ساهمت في نجاحها برأيك؟ حقيقة دعم سيدي صاحب سمو رئيس الدولة حفظ الله هو دعم شامل للصحة، ليس فقط بجانب شلل الأطفال، ولكن قبل مبادرة شلل الأطفال كان هناك دعم تنموي لقطاع البنية التحتية في مجال الصحة في جمهورية باكستان الإسلامية، وخاصة في المناطق اللي تحتاج إلى رعاية صحية عالية مثل مناطق خيبر بختون أخوان. فأمر سموه وتوجيهاته السامية بإنشاء العديد من المستشفيات. هذه المستشفيات في الحقيقة كانت ترتكز على جانب رئيسي هو تقديم الخدمات العلاجية للأمهات والأطفال وكبار السن، وتقديم خدمات الوقاية للأطفال مثل توفير التطعيمات، توفير الرعاية الصحية الأولية، علاج الأطفال المواليد. من هذا المنطلق اتجهنا إلى حملة الإمارات للتطعيم اللي كان لها حضور ميداني مميز في تلك المناطق، واستطاعت أن تساهم بفعالية كبيرة جدا في إيصال اللقاحات للأطفال المستهدفين. إذا بتكلم عن قبل 2014 هناك مناطق لم تتمكن أي حملة من دخولها فيما يقارب 3 إلى 5 سنوات، مثل منطقة بارا أول حملة دخلتها من 2009. ليش أستاذ عبد الله؟ لأسباب أمنية، صعوبة دخول حملات تطعيم خاطر عليهم. حملة الإمارات للتطعيم وفرت بجانب توفير اللقاحات وتوفير فرق التطعيم، وفرت فرق أمنية وفرق حماية، وأيضا ساهمت في التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ الحملات، أيضا ساهمت في وضع الخطط الزمنية ومنظومة جديدة للاتصال والمراقبة والتدقيق والمتابعة. كل هذه العوامل بالإضافة لعامل أهم من هذه العوامل هو ما زرعه وغرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، الله يرحمه وغفر له، هيان طيب الله ثراه. هذه بذرته سيد عبد الله، يعني نعم صحيح.
والخير دائما مقترن بالإمارات ومقترن بالشيخ زايد الله يرحمه. دكتور حسين، أعود لك، يعني ما هي طبيعة الشراكات الإقليمية والدولية كذلك لديكم في وزارة الصحة ووقاية المجتمع للقضاء على هذا الفيروس وفيروسات الأخرى؟ الحمد لله، طبعا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل من خلال المنظومة الصحية التي أرسل دعائمها قيادة دولة الإمارات. هنا عندنا تعاون طبعا وثيق مع منظمة الصحة العالمية ومع المنظمة وشراكات استراتيجية مع المنظمات الأخرى التي تعمل على حماية الأطفال. سبيل احنا الأساس عندنا الأطفال، هم البذرة الرئيسية. انت حميت الطفل هذا من خلال في أيام حياته الأولى، هو عند المناعة بعدين لما يكبر. فالحمد لله بتوجيهات القيادة الرشيدة عندنا مبادرات كثيرة، منها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اللي في باكستان، عندنا تعاون مع منظمة الصحة العالمية، المساهمات اللي تساهمها دولة الإمارات في صناديق القضاء على الأمراض في منظمة الصحة العالمية وكذلك المنظمات الإقليمية. تاريخياً دكتور حسين، يعني ما هي حجم المبادرات اللي وهبتها الإمارات لأقطار العالم ونتحدث عن المبادرات الصحية؟ الحمد لله، شوف الإمارات تساهم جميعاً، حتى ناخذ على سبيل المثال جائحة كورونا اللي قريبة منا. صحيح. الإمارات يعني من خلال المدينة اللوجستية في دولة الإمارات أرسلت مساعدات نقول إلى أكثر من 100 وشيء دولة، تطعيمات، المستلزمات الطبية، هاي كلها بتوجيهات القيادة الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اللي نبع الخير المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، كان وضع حجر اللبنة في دولة الإمارات إن مساعدات الدول. يقول أنا سمعت له حديث صراحة عن طريق التلفزيون، يمكن كلكم سمعتوه، يقول إنزين أنت اللي بيزات اللي عندك ميودنا حق شو؟ أنت بتشبع من الأكل من كل شيء، عط اللي جنبك، عط أهلك، عط الناس جيرانك. الله يرحمه يغفر له. يعني شوف نظرته شو؟ نظرتهم، يقول له أنت بتشبع، كم بتاكل؟ كم بتشتري؟ لا، ساعد الناس، ترى هي هذه الأساس. إذا أنت حميت الناس أنت بتنحمي عقب، الناس بتوقف وياك، الناس بتقدر. وهذا لين حين الإمارات مقدرة من جميع المنظمات الدولية، منظمات الصحة العالمية. لسه حديثا كنا في المؤتمر الإقليمي في القاهرة، تادروس أدنهم مدير عام منظمة الصحة العالمية يشكر الإمارات. الحين عندنا إن شاء الله إحنا آخر شهر 11 بداية ديسمبر عندنا كوب 28، يشكر الإمارات إنها خصصت يوم للصحة في هذا الكوب. لأول مرة في تاريخ كوب ما حصل أن يوم مخصص للصحة. توجيهات القيادة الرشيدة خصصوا يوم كامل اللي هو يوم 3 ديسمبر بيناقش الصحة والمناخ. ممتاز. فنظرة الإمارات نظرة مستقبلية ثاقبة. ممتاز. دكتور حسين والأستاذ عبد الله، ابقوا معي. بعد الفاصل في السطر الأخير، منظمات أممية تقف عند الإنجاز الإماراتي الصحي. إلى باكستان مرة أخرى، ضيفي عبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان. يعني سيد عبد الله، إن كان من سؤال، يعني ما هي أبرز التحديات العالمية للقضاء الكلي على مرض شلل الأطفال برأيك؟ أبرز التحديات العالمية هي مشاكل الصراعات اللي دايرة بين الدول. هذه من أبرز العوامل اللي تساهم في انتشار شلل الأطفال. أيضاً
المشاكل المتعلقة بالنزوح السكاني واللجوء السكاني لبعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول والعاصير. كل هذه العوامل تؤثر على وتساعد على انتشار الفيروس من مناطق إلى مناطق جديدة. هذه العوامل تبطئ من سرعة التقدم للقضاء عليه، لكنها لا تؤثر على الإصرار والعزيمة لتحقيق هذا الهدف. ممتاز. ماذا تبقى في الميل الأخير؟ يعني خطواتكم القادمة؟ تبقى مجموعتين جينيات. نحن الآن لما بدينا في عام 2014 كان عندنا 16 مجموعة جينية من شلل الأطفال. الآن فقط مجموعتين، مجموعة في باكستان ومجموعة في أفغانستان. أضف إلى ذلك نحن ننتظر إقرار لقاح جديد وهو لقاح سداسي التكافؤ. هذا اللقاح راح يمثل ثورة في عمليات التطعيم، لأنه بإضافة إلى تطعيم شلل الأطفال سيشمل تطعيم التهاب السحايا والتهاب الكبد والسعال الديكي والكزاز وحمى الحلق، فأيضا سيساهم في تقوية مناعة الأطفال وإضعاف الفيروس. يعني نفس ما قلت أنا في المقدمة، بإمكاننا القول بأن 2023 هو العام المستهدف لوقف انتقال جميع الفيروسات الخاصة بشلل الأطفال؟ ممكن نضيف بعض السنوات القادمة، وخاصة لما تهدأ أوضاع المنطقة وتساهم في حصر الفيروس في مناطق محددة والقضاء عليه نهائيا. أنا قبل ما أختم معك أستاذ عبد الله، الاتصال اللي شفناه مع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، كيف استقبل العاملين في الخطوط الأمامية اللي معك؟ والله كان استقبال هائل ورائع وحماسي جدا. تصور كل عندك 170 ألف عامل في الخطوط الأمامية. ما شاء الله 170 ألف عامل. نعم صحيح. نحن لما نستهدف 17 مليون، لكل مليون 10,000 عامل في الخطوط الأمامية، فالاتصال هذا يوصلهم جميعا ويوصلهم شكر وتقدير سموه ودعمه لهم، يرفع من روحهم المعنوية، يزيد من عزيمتهم، يرفع حماسهم. هذا الاتصال كان ناموس لنا وناموس لجميع العاملين في الخطوط الأمامية. أشكرك. أعود لك الدكتور حسين. يعني ذكرت أنه قبل أيام في القاهرة والتقيت بمنظمة الصحة العالمية، صحيح؟ تقدير هذه المنظمات الدولية للجهد اللي تقدم الإمارات كذلك؟ الإمارات الحمد لله مثل ما قلت لك، يعني خيرها للإمارات وخارج الإمارات. يعني يرأس المنظمة تادرس أدنهم اللي هو المدير العام. يعني هو لما شكر الإمارات شكرها من الواقع الموجود، من اللي يشوفه أن الإمارات دائما تساهم في القضاء على الأمراض. نقول على سبيل المثال سمو الشيخة أم الإمارات، يعني المستشفيات اللي تبنيها ما شاء الله في المملكة المغربية في مناطق الإفريقية، كل مساهمة على الحفاظ على حياة الأطفال والنساء والمواليد. فمنظمة الصحة العالمية تقدر دور الإمارات البارز في المساهمات أول للقضاء على الأمراض، كذلك دورها محليا. يعني هنا الإمارات وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة للقاطنين على أرضها من المواطنين والمقيمين على أرضها بما فيهم الأطفال. يعني الحمد لله عندنا التعليم المتميز، عندنا الرعاية الصحية ذات الحمد جودة لله. عالية. فضل من الله يا دكتور، فضل من الله، اللهم لك الحمد. يعني الحمد لله. اليوم الحمد الواحد لله. يتباهى ويشكر الله على هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية اللي الناس تعاني منها، الأمن والأمان في صحيح الإمارات. صحيح. أشكرك أنا جزيل الشكر دكتور. أشكرك الدكتور سعد الدكتور حسين عبد الله عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأشكر كذلك ضيفي عبر التيمز من باكستان السيد عبد الله خليفة الغفلي مدير مشروع الإماراتي المساعد باكستان.
أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام، نلتقيكم بإذن الله يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى، إلى لقاء آخر، السلام عليكم.